رسالة لقارئ القرآن أو رسالة لحافظ القرآن. لما تلاقي نفسك وانت كل ما بتقرأ القرآن بتزداد إيمان، كل ما تقرأ القرآن تلاقي الإيمان في قلبك بيزيد، الخشوع بيزيد، اعرف إن هذه من علامات التوفيق، هذه من علامات التوفيق. أما إذا رأيت من نفسك، لو لقيت نفسك كل ما بتقرأ القرآن لا تتأثر به ولا تستشعر أي خشية، فعليك بمداواة نفسك. مش هقول نذهب نروح للمستشفى، مش هقول نروح ناخد دواء، مش هقول نروح ناخد برشام، لأ، لكن هقول عالج قلبك. القلب عايز يتعالج، القلب، عليكم بمداواة القلب. يا قارئ القرآن ولا تستشعره، عليك بمداواة القلب، فإن القلب إذا لم ينتفع بالقرآن ولم يتعظ به فإنه قلب قاسي مريض. فعالج قلبك، ونسأل الله العافية. نجلاء خليل.